بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. يشرق يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الأحواز المنسية. نتحدث في هذا المساء عن شيء عظيم عند الأحوازين ولكنه يسلب شيئا فشيئا، الزراعة في الأحواز. ضيفنا في هذا اللقاء هو المهندس الزراعي يعقوب حر الأحوازي، وسيكون معنا بإذن الله تقرير عام عن الزراعة في الأحواز، ونشكر كل من تواصل معنا في الداخل بإرسال بعض الصور والفيديوهات التي تختص بالمزارع والزراعة في الأحواز. كالمعتاد نبدأ بجملة من الأخبار فإلى العناوين. يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر. جيش العدل البلوشي يعلن أسرى 5 جنود من الحرس الثوري. نشطاء يدعون للتوقيع على وثيقة تطالب بإدانة الممارسات الفارسية. المخدرات تنتشر في أحياء الأحواز بشكل منظم. منظمة القلم العالمية تدين إعدام شعباني. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الشهر بين الفخار فعجت بقلبي دماء الشباب. أعلنت حركة جيش العدل البلوشية عن تبنيها لعملية خطف 5 جنود فارسيين في منطقة كهرتوك الحدودية شمال بلوشستان المحتلة نهاية الأسبوع المنصرم. وقالت حركة جيش العدل أن كتيبة الشهيد عبد الملك ملا زادة قامت بعملية فدائية داهمت خلالها مقرا للحرس الثوري الفارسي فرع التفتيش، نتج عنها أسر 5 جنود من الحرس الثوري ومحاصرة المقر لفترة طويلة. وسنعرض بإذن الله عز وجل في مساء الخميس مقطع فيديو لهؤلاء الأسرى. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الشهر بين الفخار فعجت بقلبي دماء الشباب. دعا ناشطون في مجال حقوق الإنسان من الأحواز وخارجها، دعوا كافة النشطاء السياسيين والحقوقيين والمهتمين بقضايا الشعوب العادلة للانضمام إلى قائمة الموقعين على عريضة موجهة للمؤسسات الدولية للضغط على الدولة الفارسية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام على مجموعة من الشباب والناشطين الأحوازيين، بالإضافة إلى المطالبة بتسليم جثامين الشهداء لذويهم. وقد أتاح موقع المقاومة العربية الأحوازية نافذة عبر موقعه لمن أراد التوقيع على هذه العريضة. من لا يحب صعود الجبال يعش أبد الشهر بين الفخار فعجت بقلبي دماء الشباب. ذكرت مصادر أحوازية موثوقة أن انتشار المخدرات في أحياء العاصمة الأحواز وما جاورها بات أمرا مقلقا للأهالي والمهتمين. وأضافت المصادر لموقع المقاومة الأحوازية أن الانتشار منظم ومدروس بعناية لتدمير الشباب وتتويههم. وتجدر الإشارة بأن المخدرات تباع بأسعار رمزية مما يؤكد وجود جهة ما تنظم هذه العملية. وكانت أنباء قد ذكرت أن توزيع المخدرات يتم بواسطة مجموعة من العملاء
الذين يؤدون مهاما مخابراتية تبع النظام الفارسي داخل الأحواز. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد السهر بين الحفار فعجت بقلبي دماء الشباب. أدانت مؤسسة القلم العالمية على موقعها الرسمي إعدام الناشط السياسي الأحوازي هاشم شعباني العموري، مؤكدة أن اعترافاته قد انتزعت منه تحت التعذيب. وقد صرحت ماريان فريزر رئيس لجنة الكتاب في مؤسسة القلم المختصة في شؤون المعتقلين قائلة: ندين تنفيذ أحكام الإعدام الذي قضى على حياة الشاعر هاشم العموري شعباني. مشاهدي الكرام، كان هذا ما لدينا من أخبار، ألقاكم بعد فاصل قصير. وعطف الرياح ووقع المطر وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر. أهلا وسهلا بكم من جديد، ونشكر كل من تواصل معنا بجديد الأخبار من الداخل ومن الخارج، ونحن بإذن الله مع أي قضية تهم الأحواز من ناحية اقتصادية، من ناحية سياسية، من ناحية ثقافية، من ناحية اجتماعية، من ناحية بيئية، من ناحية دينية، من أي ناحية تخص هذا الشعب العظيم. لماذا؟ لأن النظام الفارسي المواجهات التي يخطط من خلالها لمواجهة هذه الشعوب الغير فارسية وخصوصا الأحواز هي يعني ممارسات متعددة، ليست من الناحية الدينية فقط وليست من الناحية البيئية فقط، هناك ممارسات عدة حتى يقضى على قوة هذا الشعب ويقضى على هوية هذا الشعب ويقضى على عادات وتقاليد هذا الشعب التي لن تتحقق بإذن الله عز وجل وهم صامدون. ولكن مجرد أن نطرق بعض المواضيع ونبث التوعية لمن لا يعرف ذلك، معنا في هذا اللقاء المهندس الزراعي والناشط السياسي يعقوب حر الأحوازي للحديث عن الزراعة في الأحواز. الأستاذ يعقوب، السلام عليكم ورحمة الله. أبو تيم معي؟ نعم أنا معك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولكل مشاهدي قناة وصال الموقع. وأنا أحييك يا أبا تيم، ونود في بداية هذه الحلقة أن نعرف المشاهدين عن الزراعة في الأحواز، هل هي تشكل أهمية لدى الأحوازيين أم أنها يعني تعتبر يعني شيء ثانوي؟ إن كان موجودا خير ونعمة، وإن يعني مورس عليها اضطهادا أو قضاء على هذه المزارع فهي لا تشكل أهمية لدى الشعب الأحوازي. طبعا الزراعة تشكل يعني العمود الفقري للاقتصاد الأحوازي، بما أنه غالبية الشعب العربي الأحوازي هو من يعني من المزارعين، فالزراعة يعني هي تلعب دور كبير في اقتصاد الأحواز وأيضا اقتصاد الأحوازيين. ولهذا السبب يعني الزراعة تعتبر أحد الأهداف الرئيسية لسياسة دولة الاحتلال الفارسي، وسياسة ممنهجة ضد الزراعة وضد الـ ضد الـ ضد الـ المزارعين الأحوازيين. نعم. طبعا أيضا الزراعة تعتبر الملجأ الأخير للأحوازيين بسبب العنصرية وسبب التمييز في الوظائف اللي في مجالات الأخرى في الاقتصاد، فالأحوازيين دائما يواجهون تمييز في التوظيف في كافة المجالات الأخرى في الاقتصاد داخل الأحواز المحتلة، لهذا يعني غالبيتهم يلجؤون للزراعة. لهذا السبب الزراعة تعتبر يعني العمود الفقري للاقتصاد الأحوازي. الأستاذ يعقوب أو المهندس يعقوب، أنت خريج أي جامعة في الأحواز؟ أنا خريج جامعة توستر في عام 2005 تقريبا، يعني قبل أشهر لا أخرج من الأحواز بسبب المشاكل اللي واجهتها بالأحواز، يعني قبل أشهر تقريبا من خروج من الأحواز أنا تخرجت من جامعة توستر. أهلا وسهلا بك مهندس يعقوب من جديد. قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع أستاذنك أستاذ المشاهدين الكرام،
لعرض هذا التقرير الذي تم إعداده من فريق برنامج الأحواز المنسية. الزراعة في الأحواز. كان الشعب العربي الأحوازي أول ضحايا ثورة الشاه، تلك الثورة التي قامت تحت مسمى تحديث الزراعة، فتم مصادرة مئات الآلاف من الهكتارات من أراضي الأحوازيين لصالح الشركات الاحتكارية الزراعية الفارسية والأجنبية. وقد بلغت الأراضي العربية المصادرة في تلك الفترة ما يقرب من 8000 هكتار، وهي من أجود الأراضي العربية، وخاصة تلك الواقعة بالقرب من مدينة السوس والتلال السبع، لإقامة مشروع لقصب السكر وبعض المنتجات الزراعية الأخرى بعدما أزيلت قرى عربية بأكملها وأصبح أهلها لاجئين في وطنهم. ورغم أن الشعب الأحوازي استبشر خيرا بسقوط نظام الشاه، اعتقادا منه أن النظام الجديد سوف يكون مغايرة، لكن لم يمر على سقوط الشاه سوى أشهر قليلة حتى كشر الحكام الجدد عن أنيابهم، لأن سياسته جمعت بين التطرف الطائفي والحقد التاريخي والعنصرية الفارسية والعداء لكل ما هو عربي. موقع الأحواز الاستراتيجي الذي تطل منه على سواحل الخليج العربي الشمالية والشرقية قد جعل لها دورا زراعيا واقتصاديا رئيسا في المنطقة، فتعتبر الزراعة المورد الرئيسي لشعب الأحواز، وهي حرفتهم الأولى، وتشكل مياه نهري كارون والكرخة وروافدهما المصدر الرئيسي للري في الأحواز. وتشتهر الأحواز بزراعة النخيل، وخاصة مدن المحمرة وعبادان والفلاحية، وبزراعة الحنطة والشعير وقصب السكر والشوقندر والأرز والقطن والتين والتوت والحمضيات والبطيخ والشمام وغيرها، حيث يقدر إنتاج الأحواز من الحبوب ما يعادل ثلث إنتاج إيران المقدر ب3 ملايين طن، كما تنتج نحو 250,000 طن من الأرز، أي ربع الإنتاج الإجمالي حسب المصادر الرسمية لعام 1981. سياسات عديدة اتخذتها السلطة الفارسية في الأحواز لمحاربة الفلاحين ومواطني القرى الأحوازية بشكل عام، وأهمها مصادرة أراضيهم وتحريف مجرى أنهار الأحواز نحو المدن الفارسية، خاصة محافظات أصفهان ويزد ورفسنجان. كما اتخذت السلطات الإيرانية إجراءات صارمة بحق من يرفض تعليماتها وسياساتها في إطار التطهير العرقي التي تقوم به بحق الشعب الأحوازي من خلال سلب الأراضي وتهجير الأحوازيين بقوة السلاح وبناء مستوطنات لأهداف سياسية وجلب عشرات الآلاف من المستوطنين بغية تغيير ديموغرافية المنطقة العربية لصالح الفرس والقوميات الأخرى في الأحواز. وفي دراسة أعدها باحث أحوازي اتهم السلطات الفارسية بتعمد تجفيف الأنهار التي تمر بالأحواز بالإضافة إلى تلويثها، معتبرا أن سياسة إيران تجاه أنهار الأحواز بمنزلة إبادة جماعية. وذكرت الدراسة أن السلطات الإيرانية تقوم بإنشاء مجموعة من السدود على مجاري الأنهار في الأحواز وتحويلها إلى مناطق أخرى، كاشفة أن هذه السياسة نتج عنها عملية تصحير واسعة للأراضي الأحوازية. وأضافت الدراسة أن الدولة الفارسية تتغاضى عن قيام الشركات والمصانع بإلقاء مخلفاتها في نهر كارون في الأحواز، مما يتسبب بإحداث تلوث كبير. ونقلت الدراسة عن رئيس هيئة المياه والطاقة القول بأن نهر كارون أصبح ملوثا 100% في الجزء الواقع في الأراضي الأحوازية لتفريغ مخلفات المصانع فيه. وهنا لابد من الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الزراعة تشكل أحد المداخيل، وأن أي تجاوز على الأرض يعني القضاء على المواطن الأحوازي، ورغم ذلك لا تكترث الدولة الفارسية بحياة الأحواز.
أهلا وسهلا بكم من جديد، أرحب بالمهندس الزراعي أستاذ يعقوب حر الأحوازي، حياكم الله من جديد. الله يحييك. أستاذ أو المهندس يعقوب، أشهر المحاصيل الزراعية الموجودة في أرض الأحواز؟ طبعا الأحواز تمتلك مساحة زراعية واسعة جدا تقدر بملايين الدرهمات، وإنتاج الزراعة للأحواز يقدر، وهذه حسب إحصائيات الرسمية التابعة للاحتلال، أنه الأحواز تنتج سنويا أكثر من 14 مليون طن من محاصيل زراعية مختلفة. لكن أشهر هذه المحاصيل هو القمح، الشعير، الأرز، الذرة، أنواع النباتات الزيتية، أنواع التمور، الخضار، وأيضا أنواع الفواكه. طبعا هنالك أيضا في محاصيل زراعية صغيرة، لكن هذه هي أهم المحاصيل. الأحواز تنتج ما يقارب من مليون وستمائة ألف طن من القمح سنويا، يعني الأراضي التي يتم زراعتها بالقمح هي تقدر ب 750 ألف هكتار، أي ما يقادر ما تقريبا سبعة ملايين دونم. والأحواز هي يعني تمتلك تقريبا أكثر من 20% من الأراضي الزراعية التي يتم زراعة القمح فيها على مستوى دولة ما تسمى بإيران. أيضا الشعير يعتبر من المحاصيل الزراعية الأخرى في الأحواز، سنويا تنتج الأحواز ما يقارب من 200 ألف طن من الشعير، وأيضا تعتبر يعني على في المقام الأول على مستوى جغرافية ما تسمى بإيران. الأرز أيضا يعتبر من المحاصيل الزراعية الرئيسية في الأحواز، وتنتج الأحواز أكثر من 400 ألف طن على سنويا. أيضا الذرة وتنتج الأحواز 200 ألف طن سنويا. السكر وهو هذا السكر يعني مشروع استعماري، الأحوازين لا يلعبون دور رئيسي في إنتاجه، لكن مع هذا الأحواز تنتج ما يقارب 650 ألف طن من السكر. التمر بأنواعه ينتج في الأحواز، تنتج الأحواز ما يقارب من 200 ألف طن من التمور، أنواع التمور، والأراضي التي تزرع فيها النخيل هي تقريبا 500 ألف دونم. الخضروات وهو أحد المحاصيل الرئيسية جدا في الأحواز، وينتج ما يقارب من 3 ملايين ونصف مليون طن من الخضروات، وهذا رقم كبير جدا. والأحواز يعني أكثر من 50% من الخضار على مستوى إيران، أو دولة ما تسمى بإيران تنتج الأحواز، يعني مستوى كبير جدا منه. أيضا الفواكه بكافة أشكالها خصوصا الحمضيات، الأحواز تنتج نسبة كبيرة جدا من الفواكه في جغرافية ما تسمى بإيران، وما يعادل يعني 65 ألف طن سنويا تنتج الأحواز. وإذا انتبهت للإحصائيات وهذه الأرقام، أرقام كبيرة جدا، يعني الأحواز يعتبر المركز الرئيسي للسلة الغذائية لدولة الاحتلال الفارسي، وبدون الأحواز يعني الدولة الفارسية تواجه مشكلة كبيرة جدا في تأمين الغذاء لهذه الدولة. ويمكن يعني لو كانت الأحواز دولة يعني محررة، وإن شاء الله يعني ستكون دولة محررة قريبا، اللي كانت يعني أنتجت وأمنت الدول العربية المحيطة خصوصا الدول الخليجية بالغذاء، يعني أمنت السلة الغذائية لدول الخليج كافة. مهندس يعقوب، أنت الآن من خلال هذه الإحصاءات التي ذكرتها عن هذه الأرض المباركة اعتمدت عليها من خلال الدراسة التي درستها في الجامعة، أو أشياء تقديرية من المتخصصين في هذا الموضوع يعني غير تابعين للنظام؟ طبعا أنا درست ما تشمل كل هذه المحاصيل، لكن كانت عندي فكرة عن الكمية الهائلة للمحاصيل الزراعية في الأحواز، لكن بعد ما أخبرتني بموضوع موضوع الحلقة، فأنا حاولت أجدد الإحصائيات اللي كانت موجودة عندي،
فهذه الإحصائيات اعتمدت عليها من المؤسسات التابعة للاحتلال الفارسي، فراجعت بعض المواقع وأيضا بعض الأصدقاء القدامى. يعني عادي يثبتونها، يثبتون مثل هذه الأرقام، ليس هناك إشكال. نعم. يثبتون مثل هذه الأرقام ومثل هذه الكم الكبير الموجود على أرض الأحواز من المحاصيل الزراعية، يعني ما عندهم مشكلة في ذلك. هم طبعا يعني المؤسسات او الجهات التي تدير الزراعه والتابعه للاحتلال عاده يعني ما تتصور انه هذه الارقام يعني يمكن يوم من الايام يتم تحليلها ويتم متابعتها، وهي يعني ليست مسيسه كما المؤسسات الامنيه، فهذه الإحصائيات تخرج بدون يعني بدون علم، أو ممكن تكون مجرد خطأ، أو ممكن بسبب عدم ارتباط هذه الجهات الزراعية بشكل مع الجهات الأمنية. وهذه الإحصائيات بالمناسبة موجودة على الإنترنت، وأنا عندي كل المصادر لهذه الإحصائيات التي قدمتها لكم. الآن يزعلون عليك يا مهندس يعقوب معلميك في الجامعة وأساتذة في الجامعة، يقولون نعلم يعقوب بعض الأسرار الزراعية وبعض العلوم عن الزراعة بشكل عام وفي إيران وفي الأحواز بشكل خاص، ثم بعد ذلك يعني يطلع على قناة وصال ويواجهنا الآن بالسياسات التي أسألك عنها بعد الآن، سياسات النظام الإيراني حول هذه الزراعة الموجودة وهذه الثروة الزراعية الموجودة على أرض الأحواز. طبعا منذ اليوم الاول للاحتلال احتلال الاحواز، الدوله الفارسيه كانت تعرف انه الزراعه هي المصدر الرئيسي، فهي كانت عندها من خلال سياسه ممنهجه حاولت ان تعرقل او حاولت ان تسبب مشاكل للاحوازيين من خلال ضرب العمود الفقري للاقتصاد الاحوازي. هنالك سياسات او هنالك يعني مشاكل تسببها دوله الاحتلال للزراعه والمزارعين في الاحواز، وهذه السياسات هي كما يلي. الأمر الأول والمشكلة الأولى والسياسة الأولى الممنهجة منذ يوم الأول للاحتلال هي كانت سياسة مصادرة الأراضي الزراعية في الأحواز. هذه المصادرة وهذا اغتصاب هذه الأراضي الزراعية كانت تتم ولا يزال بطريقتين. الطريقة الأولى كما تعلم يعني في بدايات في السنين الأولى للاحتلال كان الأحوازيين لا يثقون بدولة الاحتلال وحتى لا يعترفون بها، ولا يزال ولم يراجعوا مؤسسات أو دوائر الاحتلال من أجل كسب أو أخذ وثائق لأراضيهم. فلسنوات عديدة يعني كانوا يعني هم يمتلكون هذه الأرض، أرض الآباء والأجداد، وما كانوا يحتاجوا سنود أو وثائق من دولة الاحتلال. ولهذا السبب الكثير من الأراضي الزراعية الأحوازية هي بدون وثائق من قبل الاحتلال. فمن يعني سياسة تقريبا شبيهة بسياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي، دولة الاحتلال إسرائيل في فلسطين أو ضد الفلسطينيين، فهي تأتي للمزارعين الأحوازيين وتقول لهم يعني تطلب منهم الوثائق، وبسبب عدم وجود هذه الوثائق تقوم دولة الاحتلال الفارسي بمصادرة الأراضي يعني أراضي الأحواز المزارعين الأحوازيين. أيضا هنالك طريقة أخرى وهي يعني مصادرة الأراضي الزراعية الأحوازية بحجة وجود مشاريع وطنية، يعني تأتي دولة الاحتلال وتقول هنالك مشروع وطني أو تسمى هنالك يعني هناك بمنابع طبيعي في الأحواز. وبالمناسبة المقاومة الأحوازية يعني كتاب الشهيد محدينا الناصر في عام 2005 أعتقد ضربت المركز الذي يدير هذه يعني هذه المصادرة هو منابع طبيعي، المنابع الطبيعي. يعني من خلال المجيء بمشاريع تسمى مشاريع وطنية تقوم دولة الاحتلال بمصادرة الأراضي الزراعية الأحوازية. الأمر الآخر هو مشروع الاستعماري ومشروع ما يسمى بمشروع قصب السكر. هذا المشروع يعني من أكبر مشاريع دولة الاحتلال، مشاريع الاستعمارية في الأحواز. ومن خلال هذا المشروع تمكنت دولة الاحتلال حتى الآن من مصادرة عشرات الآلاف من الهكتارات من المزارعين الأحوازيين. وبالمناسبة يعني المشروع قصب السكر هو مشروع يعني هذا ما درسناه في الجامعة، وأيضا فيما بعد يعني بعض الجهات حتى يعني تابعة لدولة الاحتلال بدون ما تعلم، يعني على سبيل المثال يعني جامعة شيراز الزراعية
قاموا بالدراسة وأثبتوا أن الزراعة ليس قصب السكر ليست يعني اقتصادية، زراعة قصب السكر ليست اقتصادية في الأحواز لسبب واضح جدا، وهو أنه ما يسمى بالعرض الجغرافي للأحواز هو بين 29 و 30، فالعرض الجغرافي للقصب السكر المناسب هو أكبر من هذا، أقل من هذا العرض الجغرافي. لهذا السبب إيكولوجيكيا أو يعني بيئيا الأحواز ليست مناسبة لزراعة قصب السكر، وتعتبر مناسبة في أراضي أخرى. نعم، وتعتبر مناسبة في أراضي أخرى فيما يسمى بجغرافية إيران. هي ليست مناسبة لأي مكان، يعني كما تعلم يعني الأراضي الفارسية أو منطقة فارس كما تسمى هي منطقة جبلية وليست أو صحراوية، ليست يعني ليست جيدة للزراعة بشكل عام. فالفورد جاءوا بهذا المشروع من كوبا ومن أماكن أخرى فقط من أجل إيجاد ذريعة لسلب الأراضي الزراعية الأحوازية. فالأحواز ليست مناسبة، وحتى أكون دقيق أكثر لأن ممكن هاي المعلومة ليست متوفرة في الداخل، أنه البيئة الأحواز وما يسمى بالعلم الزراعة بالفيتيو بريودي، هذا الأمر أو نسبة الرطوبة والحرارة ليست مناسبة للقصب والسكر. لهذا السبب يعني تجد قصب السكر في الأحواز نسبة الورد او ما يسمى بالاسم العلمي هو فلاور اندكشن، هذه النسبه يعني صغيره، يعني الانتاج السكر قليل، وبالمقابل حجم او الورق الاوراق وحجم الجذوع القصب السكر كبيره جدا. فلهذا السبب يعني الاحواز ليست يعني مكان لزراعه قصب السكر. وفي الدراسه التي اعدها جامعه التي عدتها جامعه شيراز الزراعيه ذكرت انه بامكان دوله الاحتلال زراعه القمح في هذه المنطقه في الاراضي التي يتم زراعه قصب السكر، ويعني بامكان دوله الاحتلال اذا قامت بهذه الخطوه ان تصدر القمح بشكل كبير جدا. لكن القمح كما تعلم هو يعني زراعه احوازيه، فعندها لا يكون عندهم حجه لمصادره الاراضي. لهذا السبب ركزوا على هذا المشروع، هو مشروع فاشل. ومشروع قصب السكر كما ذكرت هو احد السياسات المستهدفه للمزارعين الاحوازيين. ايضا سياسه سرقه المياه وتجفيف الانهر، هذا الامر يعني سبب مشاكل كبيره للاحوازيين. الاراضي الاحوازيه هي اراضي يعني كانت دائما يعني هنالك نسبه بين الزراعه وبين المياه الانهر الاحوازيه. فعندما قامت دوله الاحتلال ب يعني بناء السدود وتجفيف الانهر ونقل المياه الى المدن الفارسيه، فشهدت الاحواز يعني شح في المياه الزراعيه. يعني تجد الكثير من المناطق والكثير من الاراضي الزراعيه الاحوازيه لا يمكن المزارعين الأحوازيين أن يزرعوا فيها، وخصوصا يعني الزراعات المحاصيل التي تحتاج نسبة كبيرة من المياه مثل الأرز. المشكلة الأخرى اللي سببتها نقل المياه هو أنه أيضا يرتبط مشروع قصب السكر، هو أنه الكثير من السموم ومن يعني المياه التي تنزل من مشروع قصب السكر ومن المصانع الاخرى في النهر الاحوازيه سببت زياده الملوحه في بعض الاراضي الاحوازيه، وحتى يعني في النخيل في المحمره وفي الفلاحيه وفي المناطق الاخرى الاحوازيه هنالك يعني نسبه كبيره ملوحه في الاراضي التي يزرع فيها النخيل، وهذا سبب ايضا طيب. مشكله كبيره للاحوازيين. طيب مهندس يعقوب، انت يعني تحدثت بشكل عام عن السياسات الممنهجه وتحدثت عن المحاصيل الزراعيه بشكل عام، بغض النظر الان عن يعني قضيه يعني انها ارض محتله او نطالب بالتحرير، او الان الواجبات التي يمكن ان يقوم بها النشطاء في المجتمع الأحوازي ومن المزارعين بشكل خاص وأصحاب الشركات الزراعية في الأحواز مع النظام الإيراني، بحيث أن تبقى الزراعة موجودة في أرض الأحواز، يبقى هناك يعني المياه يعني
تصب وتستفيد من هذه المياه التي حولت على الأراضي الفارسية. المطالبات يعني يعني كما عرضنا في حلقة ماضية عن النخيل في الأحواز بأن ليس هناك يعني مضادات تعملها النظام الفارسي وشركات الزراعة لما يسمى بسوس النخل وبعض الأشياء التي تبيد هذه النخيل وتضعف وجودها في على أرض على الأراضي الزراعية. يعني لابد أن يكون هناك يعني حركة من المجتمع الأحوازي حتى يبقوا يعني هذه الثروة العظيمة ولا تذهب مثل ما ذهب النفط ومثل ما ذهبت المياه. طبعا دائما نركز أنا يعني نحن كجهات سياسية أحوازية وحتى كنشطاء أحوازيين على التوعية، ضرورة توعية المزارع الأحوازي وعدم الانصياع للضغوطات التي تأتي من الاحتلال. المواطن الأحوازي، المزارع الأحوازي عليه أن يعرف حقوقه، يعني رغم وجود الاحتلال، لكن حتى الاحتلال لديه واجبات تجاه المزارعين الأحوازيين، فعلى الأحوازيين أن يعرفوا هذه الحقوق. أيضا المزارعين الأحوازيين أقصد، أيضا يعني المزارع الأحوازي يعني عليه أن يقاوم سياسة مصادرة الأراضي. يعني مثلا في منطقة يعني في بعض مناطق الأحواز عندما جاءت يعني عندما جاء الفرس أو عندما جاء الاحتلال بمشروع قصب السكر، كان بإمكان بعض القرى الأحوازية وبعض المناطق الأحوازية أن تقاوم هذا الأمر. ففي بعض المناطق عندما تم مقاومة هذا المشروع يعني تراجع الاحتلال من مصادرة الأراضي. فعلى المواطنين الأحوازيين بالدرجة الأولى وعلى نشطاء المجتمع المدني وعلى نشطاء الأحوازيين بكافة يعني كافة النشطاء في الداخل أنه يوعون المواطنين والمزارعين الأحوازيين بحقوقهم أو مقاومة بطريقة مقاومة، مو بضرورة تكون مقاومة مسلحة، مو بضرورة تكون مقاومة يعني صحيح. عنيفة. هنالك أيضا طرق مختلفة للمقاومة، هو عدم الانصياع لأوامر الاحتلال. يعني يكون هناك مطالبات يا مهندس يعقوب، يعني الآن إذا كان يعني هذه المطالبات التي تمت في الفترة الماضية عندما شكلوا حزام أمني بشري على نهر كارون لم يكن هناك أي نتيجة إلى يومنا هذا، مجرد يعني فرغوا الشحنات الغضب على النظام الفارسي ولم يكن هناك أي نتائج. نريد أن يكون هناك مواجهة حقيقية فعلية من المزارعين الأحوازيين للحفاظ على هذه المزارع، وكما ذكرت يعني بعيدا عن قضية المقاومة المسلحة، بعيدا عن الاختلافات الموجودة الذي يرى بتحرير الأحواز والذي لا يرى بتحرير الأحواز، يعني هذه إشكالية وهذا يعتبر قتل بطيء للأحوازيين حينما تذهب المياه وحينما تباد هذه المزارع وتحتل. أبا أصيل، الأمر يعني والمقاومة هذه، طبعا أنا لا أريد أن أكون سلبي فقط، الأحواز لا تزال يعني نسبة كبيرة جدا جدا من الأراضي الزراعية هي بيد الأحوازيين، وأيضا نسبة كبيرة من الشعب ليست بيد الأحوازيين. معلش يا مهندس يعقوب، الآن بما أن المياه يعني تحرف أو ينحرف مسارها إلى المدن الفارسية ليست بيد الأحوازيين. المزارع يعني المزارع والارض لا تزال يعني في يعني وجود الاحوازيين على الارض يعني موجودين، لا يزال نسبه كبيره من الفلاحين والمزارعين الاحوازيين على اراضيهم رغم كل المشاكل التي سببها لهم الاحتلال. وبكل تاكيد هنالك سياسه من اجل قطع الاحوازيين ومن اجل يعني تهجير الاحوازيين من هذه الاراضي. هنالك يعني لا يوجد طريق واحد، هنالك طرق مختلفة. الطريق الأول والأمثل هو بكل تأكيد هي المقاومة والالتفاف حول المقاومة. هنالك طرق أخرى وهي يعني عدم الانصياع، يعني كما ذكرت يعني دولة الاحتلال لا يمكنها أن تزيح ملايين البشر بالقوة. فإذا كانوا الأحوازيين يعني وهذا امر لا يمكن الاحتلال ان لا يمكن الاحتلال ان يعاقب الاحوازيين بشكل جماعي. فاذا كانوا الاحوازيين يعني اذا كانت نسبه الوعي كبيره بين المزارعين الاحوازيين، واذا كان يعني هنالك اعلام قوي يغطي ما يجري في الاحواز، فلا اعتقد يعني دوله الاحتلال بامكانها ان تهجر او ان تصادر يعني اراضي ملايين المزارعين الاحوازيين.
نحن نتكلم عن نسبة كبيرة من الحوزة، أكثر من 60%، يعني نسبة 60% معناها يعني أكثر من 5 ملايين مزارع. فإذا يعني إذا كانوا هؤلاء الخمسة ملايين أو الست ملايين أو يعني كانوا يقاومون هذه السياسة، فلا يمكن الاحتلال أن يعني أن يواجههم يعني. طيب. وبشكل عام يعني أنا ذكرت لك أبو أصيل، دولة الاحتلال لا تريد المواجهة، لأن تعرف إذا فرضت المواجهة وإذا يعني إذا يعني ضغطت على الأحوازين بشكل كبير، وليس فقط الأحوازين أيضا شعوب غير فارسية الأخرى، فهي لا يمكنها أن تواجه كل هذه الشعوب. فلهذا هي تجرب طرق مختلفة، لكن إذا يعني هي تحاول أن تحتوي وتحاول أن تتجنب المواجهة. فإذا حست وإذا عرفت أن الأحوازين مستعدين أن يبقوا على أرضهم وهذا حقهم، فلا أعتقد يعني تخاطر وتقوم ب طيب. بالمواجهة. مهندس يعقوب، مهندس يعقوب، هل هناك اعتماد من الـ 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 يعني إيران بشكل عام والشعوب الغير فارسية الأخرى مثل البلوش والأكراد والتركمان، هل هناك اعتماد على محصول معين من أرض الأحواز، يعني تشتهر بأرض الأحواز ويعتمدون على هذا المحصول الزراعي بشكل سنوي؟ بشكل عام يعني الأحواز مثل ما ذكرت في بداية حديثي، الزراعة في الأحواز تشكل نسبة كبيرة جدا جدا من السلة الغذائية لدولة ما تسمى بدولة في هذه الجغرافية، بشكل عام جغرافية ما تسمى بجغرافية إيران. كل هذه الشعوب بما فيهم الفرس يعني بحاجة شديدة لهذه السلة الغذائية، ولا يمكنهم الاستغناء عن هذه السلة الغذائية بكافة أشكالها. لكن بشكل عام الأكثر شيء هو القمح وأيضا التمور والخضار. يعني الخضار للأحواز بإمكان الأحوازيين المزارعين الأحوازيين يزرعوا الخضار في كافة فصول السنة، لكن في مناطق الفارسية وغير الفارسية الأخرى هنالك برد شديد وشتاء، يعني برد شديد جدا. لهذا يعني لا يمكنهم زراعة الخضار في كل فصول السنة، لكن في الأحواز بسبب طقسها الخاص يعني يمكن للمزارعين الأحوازيين أن يزرعوا هذه المحاصيل في يعني على مدار السنة. لهذا السبب يعني يمكن أن أقول إنه هنالك يعني حاجة شديدة لكافة المحاصيل في الأحواز بشكل عام، الزراعة كلها في الأحواز، لكن أكثر شيء التمور الخضار والفواكه. طيب مهندس يعقوب حر الأحوازي عضو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أشكرك شكرا جزيلا. كنا مشاهدي الكرام في حديث حول الزراعة في الأحواز والسياسات الممنهجة من النظام الإيراني حول هذه الزراعة. بإذن الله نلقاكم إن شاء الله في الخميس القادم مع العديد من الفقرات، ومنها ومضات أحوازية وأيضا مستوطنات في أحوازنا، ولدينا مستوطنة جديدة سنتحدث عنها في تقرير مساء الخميس القادم. أحب أن ألفت انتباه المشاهد الكريم خصوصا من الأحواز بأن النظام الإيراني بدأ يلتفت للشعب الأحوازي، بدأ يتيح المجالات لهذا الشعب، يفتح أبواب المجالات الثقافية وأيضا الشعبية للأحوازيين، وهذه سياسة مرتبة ومن أجل تهدئة الأحوازيين. الفرق التراثية اللي نشوفها في أرض الأحواز على القنوات وأيضا الصور والأشعار والهوسات واللقاءات مع الأحوازيين، وأيضا فتح بعض الأبواب الحكومية لهؤلاء والتطبيل لهم واستغلال البسطاء، هذه سياسة ما أقول لكم منهجة، لا، هذه سياسة مكررة. وتذكرون في شهر يونيو العام الماضي، في شهر يونيو من عام 2013 في شهر شعبان قبل رمضان، استضفت في هذا الاستوديو الأستاذ دكتور محمد النجيمي، وتحدثنا في حلقة بعنوان ما أشبه روحاني بخاتمي، وكان هناك توقعات بأن روحاني سيفعل مثل ما فعل خاتمي قبل أحمد نجاد. بالفعل يحصل الآن في أرض الأحواز، لكن إذا كان هناك غفلة من الأحوازيين في
في عام 2003 و2004 و2005، فلم يكن هناك غفلة، وأنا أعي ما أقول، لأن الشعب الأحوازي في وعي كبير جدا، وهذه السياسة لن تنطلي عليهم بإذن الله عز وجل. ألقاكم بإذن الله في حلقة الخميس، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد